الباب الخامس والثمانون ومئتان. باب كراهة عودة الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له، وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها، وكراهة شرائه شيئا تصدق به من الذي تصدق عليه أو أخرجه عن زكاة أو كفارة ونحوها، ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يعود في هبته كالكلب الذي يرجع في قيئه. متفق عليه. وفي رواية: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. وفي رواية: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. متفق عليه. قوله حملت على فرس في سبيل الله معناه تصدقت به على بعض المجاهدين.